فيفا وبابجي وفورتنايت وماينكرافت، ايه الاسامي دي؟ دي اسامي العاب الكترونيه مشهوره جدا، مفيش بيت مصري بيخلو منها، اطفال وشباب وحتى الكبار بيلعبوا الالعاب دي وبيقضوا ساعات كتيره جدا من اليوم وهم بيلعبوا الالعاب الالكترونيه المشهوره دي. الالعاب الالكترونيه دي تحولت من اداه للترفيه وتطوير المهارات والذكاء والتسليه لصناعه ضخمه جدا في العالم، لدرجه انه اصبح في تنافس اقتصادي كبير ما بين عمالقه التكنولوجيا والشركات العالميه عشان يطوروا ويحدثوا ويبتكروا العاب الكترونيه جديده يجذبوا بيها عدد كبير جدا من الناس والشباب والاطفال على مستوى العالم. العاب موجوده وعايشين معاها وفي حياتنا وبنلعبها كل يوم، موجوده في البيت عندي كتيره منها اكتر مما تتخيل. انا مشاركه في الاقتصاد الكبير العالمي اللي هنتكلم عليه ده. الاي اي والذكاء الاصطناعي كان ليهم دور كبير في التطور اللي حصل في الالعاب الالكترونيه، وده طبعا زود بقى الحبكه بتاعه الالعاب، خلى بيئه الالعاب كده اشد واقعيه. كل واحد من اللعيبه وهو جوه الواقع الافتراضي ده بيبقى حاسس ان هو موجود جوه اللعبه، او هو بنفسه اللي بيلعب، بيتحرك كويس، بيسمع الناس اللي حواليه، بيبقوا شايفين بعض في اجزاء كتيره، وهم بيلعبوا الشباب والولاد بتبقى حاسه ان هي وكانها بتلعب بجد. يمكن ده خلاهم يبقوا مكسلين في حاجات تانية، اللي بيبقى عنده دروس مش محاول يهتم بيها، اللي بيبقى عنده تمارين بيحاول يلغيها عشان هو متخيل ان هو بيتحرك كفاية في اللعبة. تطور كبير خلى الشركات العملاقة دي بتحط استراتيجيات لجذب الملايين من جمهور الصناعة دي، اللي هو بالمناسبة مش من الأطفال بس خالص، الأطفال والشباب وكمان الكبار. أعتقد أن ده خلى حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمي بيفوق 200 مليار دولار سنوياً. مش هقول لك بقى أنا بسبب فيهم بكام دخل بمبلغ كبير فيها، لكن عايز أقول لك منه وعايز أقول للسادة المشاهدين أنه في كل يوم وفي كل لحظة في تطوير جديد وتحديث الألعاب دي. فعلاً هي ألعاب بتخلي الشباب والأطفال وحتى الكبار بيلعبوها ودايماً يدوروا على إيه هي الفيرجنز أو إيه هي النسخ الجديدة من الألعاب دي. فكرة اللعب اختلفت، ما بقتش زي زمان، بقت فيها واقع افتراضي وفيها مشاركة حقيقية وفيها نوع من التسلية مختلف. ممكن التسلية دي تتطور لتطوير مهارات مهمة جدا الإنسان محتاجها، تطوير مهارات الذكاء، القدرة على التعامل مع الأشياء، القدرة على التعامل مع المحيط والمجتمع بشكل مختلف. مش بس فكرة إن أنا أتسلى، إن أنا أرفه عن نفسي، إن أنا أقضي وقت لطيف وأنا بلعب اللعبة دي. عايز أقول لكم كمان إنه الكام سنة اللي فاتوا كان في المنطقة العربية دايما سؤال بيطرح، هو ليه إحنا دايما سوق استهلاكي للألعاب الإلكترونية اللي بتنتجها الدول الكبيرة والشركات الإلكترونية والتكنولوجية الكبرى في العالم؟ ليه ما بقاش عندنا ألعاب إلكترونية عربية ومصرية؟ ليه ما بقاش عندنا محتوى ترفيهي مصري وعربي بيحافظ على قيمنا، بيقدم الثقافة المصرية والعربية؟ الحقيقة إنه بقى فيه اهتمام كبير جداً الفترة الأخيرة للدخول في الاستثمار في مجال صناعة الترفيه أو صناعة الألعاب الإلكترونية. مثلاً في مصر، عندنا في مصر هنا تم إطلاق مبادرة مهمة جداً سنة 2018 لتدريب 10,000 شاب مجاناً على إنشاء وبرمجة التطبيقات والألعاب الرقمية والإلكترونية، وإنشاء حوالي 100 شركة متخصصة فقط في صناعة الألعاب الرقمية منها. أنا عايزة أقول لك إن دي مش مبادرات بتنتهي بمجرد الكورس ما يخلص، لأ فعلاً الألعاب دي موجودة، موجودة على التطبيقات الخاصة بتنزيل الألعاب دي، بتحاول تنافس. إحنا عارفين إن في ألعاب كتير بقت تسيب المجال لمدة مثلاً يومين أو ثلاث أيام إنهم يعملوا روم أو يعملوا أوضة، وكل لاعب لو هو متفوق في اللعبة دي يقدر يعمل ليفلز أو يعمل أدوار مختلفة، يقدر هو يدعو الناس إنها تعملها. وده من الحاجات اللي الشباب المصرية قدروا يستغلوها كويس قوي، وابتدوا يدخلوا نفسهم في ليفلز جوه الألعاب دي ويطوروها بالحاجات اللي شبههم وبتاعتهم، لأن في طبعا في الألعاب دي بعض الليفلز كده أو بعض الأدوار اللي المفروض عشان تعديها بتعمل حاجات مش شبهنا ومش بتاعتنا ومش شبه لا شبابنا ولا شبه ولادنا، فهم بيحطوا حاجات تكون شبههم وبتاعتهم ومناسبة. ده اللي احنا محتاجينه فعلا، ان احنا نقدم حاجة شبهنا، نقدم حاجة فيها القيم المصرية والعربية بشكل كبير. منا شكلها يعني في الموضوع ده بتشتغل جامد جدا وليفلز وعاملة شغل جامد. دي أكتر لعبة بتحبي تلعبيها مع ولادك؟ أنا عارف إن الولاد عندك بيحبوا الألعاب. احنا كلنا بنلعب في البيت فورتنايت مع بعض.
النهارده هيكون معانا فقره عن الالعاب الالكترونيه، هنتكلم فيها عن المنظور بقى الاقتصادي والتطور التقني، العائد الاستثماري للمجال، هل في فرص كبيره جدا وهل احنا فعلا عارفين نستغل الفرص دي ولا لا. هنكون موجودين معاكم النهارده على مدار الحلقه. مره تانية بنصبح على حضراتكم وصباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر.